اسمحوا لنا بقى يعني ندعو للمنصة استكمالا للمداخلات، ندعو الأساتذة مع بعض يشرفونا على المنصة، والإدارة هتبقى يعني من نصيب دكتورة هالة. فهندعو طبعا بيشرفنا دلوقتي الدكتورة منار عبد المعز على المنصة بعد المداخلة اللي عملتها الأولى، وبندعو الدكتورة عبير عبد الحافظ للمنصة، حييها لو تكرمتوا من هنا اتفضل. ودكتورة منال خضر، ودكتورة هالة عسوي، هتتفضل بإلقاء كلمتها دكتورة عبير عبد الحافظ، أستاذ مساعد اللغة الأسبانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وطبعا لنا الشرف إنها تقدم لنا النهاردة كلمة عن الترجمة الأسبانية. تفضلي دكتورة عبير. أنا بشكر طبعا دكتورة هالة عسوي على المبادرة، إن هي زميلتنا في قسم اللغة الفرنسية، وإن هي تحمست لجمع وشمل كل أقسام اللغات في كلية الأداب، فأنا بحييها أنا ودكتورة منار ودكتورة منال على المجهود. واستكمالا للكلام اللي قالته زميلتي دكتورة منار عن اللغة الإسبانية، أنا بس عشان أعتقد إن هي كان من الحاجات الشيقة جدا اللي إحنا بنحب نتكلم عنها استكمالا للغة الإسبانية، الكلمات اللي موجودة في اللغة الإسبانية من أصل عربي. فإحنا مثلا عندنا كلمة الرز اللي هي الرز باللغة العربية، هي الرش. مثلا ثيفرة اللي هو الصفر، لأن إحنا عارفين إن العرب هما اللي اكتشفوا الصفر لحل المشاكل الرياضية. عندنا أثيتي اللي هو الزيت، أدوبي اللي هو الطوب، أثلجة اللي هو نبات الصلق، الجربية اللي هي اللغة العربية، الكالدي اللي هو القاضي، ودلوقتي بيستخدم بالمصطلح كعمدة، مرفيل دي أول مرة نعرفها اللي هو عظم الفيل، دي من الكلمات اللغة العربية اللي مررت إلى اللغة الإسبانية مستخدمة إلى الآن، الدية اللي هي الضيعة، وعدد كبير جدا من الكلمات اللي من أصل من اللغة العربية تم انتقاله إلى اللغة الإسبانية ومستخدم، وهو متنوع في العديد من المجالات العلمية والأدبية والثقافية، مما يدلل على الوجود العربي القوي سواء للغة العربية أو للحضارة أو الفكر الإسلامي في اللغة الإسلامية والثقافة الإسبانية بشكل عام. طبعا الموضوع النهاردة استكمالا لكلام دكتورة منار، وعشان المحور بتاعنا بيتكلم عن الترجمة، دايما الإشارة للترجمة بتستدعي الدولة العباسية ونهايات الدولة الأموية في العالم العربي، وبنفتكر بيت الحكمة أو دار الحكمة اللي أسسها المأمون وتولاها بعد ذلك هارون الرشيد، والدور اللي لعبه المسلمين العرب في نقل المعارف والحضارات الخاصة بالثقافة اليونانية واللاتينية إلى اللغة العربية، لأن في الوقت ده كان الجهات الدينية أو السلطة الدينية منع تداولها. فمن المكارم والإنجازات المشرفة اللي قام بيها العرب والحضارة الإسلامية كانت إعادة بعث التاريخ والثقافات والحضارات والعلوم في الفلك والطب والرياضة وغيرها من العلوم للغة، ترجمت من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية واللاتينية، وبعد ذلك استحضرها الغرب مرة أخرى، خصوصا في تأسيس عصر النهضة اللي بداياته دايما احنا تعلمناها في المدارس انها كانت عصر النهضة بدأ في إيطاليا، لكن احنا دايما بنقول ان عصر النهضة بدأ من الترجمات اللي قام بيها هارون الرشيد أو مدرسة بغداد، وانتقلت بعد ذلك في العام العاشر لأسبانيا في مدرسة المترجمين لطليطلة على يد الملك ألفونسو العاشر أو ألفونسو العالم، وكانت استكمال لنفس الحركة العربية. فأنا بأكد على أن حركة الترجمة العالمية واللي أسست لثقافة عصر النهضة كانت أساساً مبعثها عربي إسلامي.
بالنسبة للترجمة من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية والعكس من اللغة العربية إلى اللغة الإسبانية، بداية الترجمة بدأت في زي ما أقول لكم من وقت طويل جدا من القرن العاشر في إسبانيا، لكن بعد كده مع نهاية القرن التسعتاشر وبداية العشرين كان في نوع من النهضة الفكرية الخاصة باستعادة التراث العربي والإسلامي مرة تانية في إسبانيا بعد فقد إسبانيا لمستعمراتها، فكان في ردة فعل قومية فبدأوا يبحثوا مرة أخرى في التراث بتاعهم، وظهرت بعض الشخصيات من المستعربين والمستشرقين الإسبان زي إيميليو غارثيا جوميس وميجيلا سين بالاسيوس، وهم كانوا أساتذة، واحد منهم كان المشرف على مؤسس قسم اللغة الإسبانية في جامعة القاهرة دكتور محمود علي مكي، فبدأوا حركة نهضة كبيرة جدا في النظر بالتمحيص والفحص للتراث العربي الإسلامي في فترة الأندلس تحديدا من الموشحات والزجل وجميع المعارف الفلكية والمخطوطات العلمية والفلسفية خاصة بابن رشد وابن سينا، وبدأت حركة بعث في إسبانيا وفي أوروبا بشكل عام للمعارف دي، والفعل تمت في نفس الوقت كان في حركة متوازية لأن مصر كان فيها نهضة قوية جدا خاصة باستشراف الحضارات الغربية، على أساسها أسس طه حسين معهد الدراسات الإسلامية والعربية في مدريد، وبالفعل تم بقى فيه طريق موازي للبحث في الترجمات القديمة، وفي نفس الوقت بشكل متصل كان فيه ترجمات تمت من اللغة العربية إلى اللغة الإسبانية زي كتاب الأيام لطه حسين اللي ترجمه إيميليو غارثيا جوميس، وكتاب حياتي لأحمد أمين. في الوقت نفسه كان فيه بدأت حركة ترجمة موازية في مصر لترجمات الدونكي شوت أو اللي احنا بنسميه بالإسباني الدونكي خوتي، بدأت لأول مرة تتم الترجمة من اللغة الإسبانية للغة العربية مباشرة دون اللجوء للغة الفرنسية أو الإنجليزية كوسيط، واستشرفنا الحركة دي من خلال ترجمات الدكتور الأهواني والدكتور عبد الحميد والدكتور البدوي أستاذ الفلسفة، وبعدها ظهرت ترجمات حديثة للدونكي شوت زي ترجمات دكتور سليمان العطار. في بداية الخمسينيات بدأت الحركة النهضوية أو الخاصة بالدراسات الإسبانية في مصر تلقي الضوء على أدب أمريكا اللاتينية اللي تزامن في نفس الوقت في الخمسينيات وأوائل الستينيات مع تيار الواقعية السحرية وظهوره في فرنسا، فده تواكب للمرحلة دي في أوروبا نفس المرحلة اللي كانت موجودة في مصر، وبدأت تصدر عندنا ترجمات لأدب أمريكا اللاتينية والأسبانية، وقام بصراحة أساتذتنا من جامعة الأزهر ومن كلية الألسن ومن كلية الأداب حركة مستفيضة في الترجمة في مجالات الشعر والمسرح والأدب والنثر وعدد كبير من الترجمات. دلوقتي في الوقت الحالي عشان ننجز وأدي الوقت لزمايلي، عايز أقول برضو إن الإسبان بدأوا يعني في السنوات الأخيرة بقى في مجهود كبير وتحديث لمناهج تعليم اللغة العربية في إسبانيا، فبدأت حركة للترجمة ومن أحدث وكانت طبعا ترجمت أغلب أعمال نجيب محفوظ إلى اللغة الإسبانية، ترجم شعر أمل دنقل إلى اللغة الإسبانية، ترجمت في دلوقتي حركة حديثة جدا لترجمة الأدب أو الرواية الحديثة في مصر تحديدا إلى اللغة الإسبانية، وبنشير لترجمات زي ترجمات صنع إبراهيم اللي ترجمت للإسبانية، ترجمات رضوى عاشور، ترجمات لحمدي أبو جليل جيل الشباب أو جيل التسعينيات، حمدي أبو جليل، أحمد العايدي، ميرال الطحاوي الأدب المرأة ترجم إلى اللغة الإسبانية، نوال السعداوي ترجمت إلى اللغة الإسبانية. أنا معايا نموذج بسيط، نماذج بسيطة للترجمات، فده مثلا كتاب لعند سيمون بوليبر محرر أمريكا اللاتينية، هو فنزويلي الأصل وشاعر، وترجم السيرة الذاتية لدكتور محمود علي مكي أستاذنا وإحنا نادين له بالفضل في أي محفل، وترجمة متواضعة ليا للأربعينية للكاتب الأسباني خوان غويتشولو، وترجمة تانية لشعر أحمد الشهاوي المرة دي من اللغة العربية إلى اللغة الإسبانية، وبدأت ترجماتنا تصدر في كوستاريكا والإكوادور، فبالتالي إحنا بنشجع كل الجيل الجديد إن هو مش بس يجيد لغة أو لغتين، لكن إنه يكون دايما حاضر في ذهنه إن الترجمة مش بس عمل مربح أو عمل ممكن يكون كمهنة، لكن هو عمل ثقافي وتأثير مستمد وممتد. وبشكركم على حسن الاستماع. شكرا للدكتورة عبير على
الكلمة القيمة بتاعتها، وبدي الكلمة للدكتورة منال. دكتورة منال خضر أستاذ مساعد الحضارة الفرنسية بكلية الأداب جامعة القاهرة، تخصصها الأساسي الحضارة الفرنسية بالإضافة لتخصصات أخرى من ضمنها الترجمة، ولها أبحاث متعددة في الترجمة ومجالات أخرى. تفضلي دكتورة منال. الترجمة وتدريس اللغات الأجنبية كمان من ضمنها اللغة الفرنسية. تفضلي. شكرا جزيلا دكتورة هالة. أشكر المقيمين على هذا المعرض الرائع الحقيقة، وأشكر ساقية الصاوية على دعوتي الكريمة للمساهمة وللاشتراك في هذه الندوة. أبدأ كلمتي بالتحدث عن دور الترجمة بشكل عام. لابد أن يعني ينبغي لنا أن نؤكد أولاً على فكرة أن لا يمكن لأي ثقافة أن تعيش منعزلة عن الثقافات الأخرى. الثقافات تؤثر وتتأثر بما يحيط بها من ثقافات، وخير وسيط لهذا التبادل وهذا النشاط الإنساني الفكري هو الترجمة. الترجمة هي الجسر الذي يربط الثقافات ببعضها البعض. إذا كانت الترجمة هي التي هو هذا النشاط الذي يحقق بامتياز التواصل والتفاعل بين البشر، إذا كان هذا دورها الأول ودورها الأصلي، فيمكن لنا أن نستشهد عبر التاريخ القديم والتاريخ القريب ببعض هذه الأمثلة والأنشطة التي ساهمت فيها الترجمة بشكل واضح في نقل الحضارات المختلفة من بيئة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر. يحضرني في هذا الصدد على سبيل المثال مثلا زميلتي العزيزة الدكتورة عبير تحدثت عن دار الحكمة أو بيت الحكمة في العصر العباسي الثاني. أنا أضيف مثلا لو سمحتم لي في العصر البطلمي في مصر أيام كليوباترا السبعة 100 سنة قبل الميلاد، كان هناك في مكتبة الإسكندرية القديمة حركة نشيطة وهامة جدا للترجمة، تمت فيها ترجمة كل الثقافات والحضارات التي سبقت الحضارة البطلمية التي كانت موجودة في مدينة الإسكندرية العريقة وقتها إلى يعني تم الأتيان بها إلى مكتبة الإسكندرية، فرزها، فحصها، دراستها. ونعلم كلنا أن لولا ما تم من ترجمات في مكتبة الإسكندرية وقتها لما وصلنا اليوم إلى أمهات الآداب اليونانية القديمة والعريقة والهامة كما عرفها العالم فيما بعد. أذكر أيضا فيما أذكر الترجمات المهمة جدا التي تمت في العصور الوسطى والتي نقلت فلسفة ابن رشد إلى اللغات الأوروبية، والتي بدونها لما تمكن الغرب أن ينتقل من العصور الظلام إلى عصر النهضة في القرنين 15 و16 الميلاديين. وإذا تحدثنا عن العصر الحديث، هناك على سبيل المثال اليابان مثلا، ماذا يتم اليوم في اليابان لتنشيط حركة الترجمة ولوعيهم الشديد بدور الترجمة في نقل الحضارة وفي تثبيت دعائم الفكر الحديث؟ إن مؤسسات الترجمة القوية التي تشرف عليها الدولة
في اليابان والتي لا ينفرد الأفراد بالتمكن أو بالتحكم فيها، لكن الدولة نفسها هي التي تتحكم في مؤسسات الترجمة في اليابان. هناك تتفق هذه المؤسسات مع دور النشر الكبرى بحيث يتم ترجمة أجزاء أولاً بأول إلى اليابانية في نفس الوقت الذي يصدر فيه في أمريكا في الولايات المتحدة، تصدر الترجمة في نفس الوقت في اليابان حتى يكون علماء وخبراء اليابان على دراية بما يتم في مع أندادهم في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن ما الذي يمكن أن يحول دون تحقيق هذه الغاية العظيمة والفريدة؟ ما هي معوقات حركة الترجمة أو ماذا يمكن أن يعوق تنفيذها؟ يمكن تقسيم المعوقات إلى أربع أنواع أو يعني دعونا نقول أربع حزم من المعوقات. الأول، النوع الأول يرتبط بطبيعة اللغة نفسها، بمعنى أن لابد لنا أن نحترم تركيبة وبناء كل لغة، la structure, la syntaxe. لا يمكن لنا أن نقيس تركيبة أو بناء لغة على لغة أخرى، فلكل لغة منطقها ولكل لغة أسلوبها ولكل لغة فكرها، ولابد للمترجم أن يكون واعيا تماما لهذه الحقيقة. أذكر على سبيل المثال يعني مثال سريع جدا من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. إذا نحن قلنا باللغة العربية مثلا بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعني نلاحظ أن في اللغة العربية بارك فعل ماض. فإذا نحن ترجمنا ترجمة حرفية وقلنا Dieu t'a béni، الجملة باللغة الفرنسية ستفقد معناها تماماً، لأن قيمة الماضي في اللغة العربية تختلف تماماً عن قيمة الفعل الماضي في اللغة الفرنسية. في الفرنسية إذا استخدمنا الماضي فكأننا نقول ربنا قد يعني بارك وانتهى الأمر وتوقف عند هذا الحد، أما في اللغة العربية فإن المباركة مستمرة وتمتد إلى أطول من ذلك. ونحن إذا أخذنا هذا ينطبق بشكل واضح جدا أيضا على الحكم والأقوال المأثورة. إذا قلنا باللغة العربية مثلا هذا الإنسان أشهر من نار على علم، لو ترجمنا ترجمة حرفية وقلنا بالفرنسية ستام سيلابر كام انسيم كام دو فو سور انسيم، القارئ الفرنسي أو الفرنكو لن يفهم شيئا بالمرة. ولكن هنا نأخذ الحكمة، نأخذ المعنى الكلي، لأن اللغة مرآة للثقافة، مرآة للبيئة. العرب حينما كانوا يقولون هذا الرجل أشهر من نار على علم، فلأن في البيئة الصحراوية العربية في جزيرة العرب كان هناك الرحالة والعرب الذين يتنقلون، فكانوا يضعون عمود عالي جدا مش كده يا دكتور شريف للمارة عشان ما يتوهوش، ويقولوا لهم احنا اهل كرم، احنا موجودين، اتفضلوا تعالوا ارتاحوا عندنا نور اهو، تعالوا اشربوا، تعالوا اغسلوا ايديكم، تعالوا ارتاحوا عندنا. البيئة كانت تفرض ذلك. فلو احنا حاولنا ان احنا نفرض هذا الفكر على الفكر الغربي لن يفهمونا، فلا البيئة هناك صحراوية ولا الفكر هناك نفس الفكر ولا المجتمع نفس المجتمع. الحزمة الثانية من المعوقات التي يمكن أن تعوق من حركة الترجمة ومن تطورها مرتبطة بطبيعة النص ذاته. فأحياناً يكون النص جافاً ومعقداً بحيث يصعب ترجمته. يعني أنا أذكر أني شرفت يعني وكل إلي في وقت من الأوقات بأن أساهم في ترجمة كتاب وصف مصر الذي كتبه علماء الحملة الفرنسية على مصر تبع الهيئة العامة على الكتاب. طبعا كان من نصيبي الجزء الخاص بالزواحف والتماسيح، عايزة أقول لكم أن كل المفردات المستخدمة كانت باللاتينية، واللاتينية التي لا تستخدم اليوم كمان.
فكنت أجري إلى زملائي في كلية العلوم ونفتح القواميس العلمية ونحاول نشوف الكلمة دي كان معناها إيه وأصبح اليوم معناها إيه. فأحياناً تكون طبيعة النص نفسها صعبة للغاية بحيث يصعب على المترجم الوصول لمعنى الترجمة المتخصصة. الحزمة الثالثة مرتبطة بالتكوين الثقافي والعلمي والتأهيل للمترجم نفسه. يعني المترجم لابد أن يكون كثير الاطلاع، كثير التمرين، الممارسة، الثقافة. الترجمة ليست قاموس ومترجم وكوباية شاي ساعة العصاري، دي مش الترجمة. الترجمة هي فكر، هي خلفية ثقافية، هي لغة، هي حس نقدي، بالإضافة إلى الموهبة. بالطبع الموهبة شيء مفروغ منه، لكن لابد له من البحث، من التدريب، من القراءة والاطلاع المستمر. الحزمة الأخيرة كي أختصر في حديثي وأسمح لباقية زميلتي هالة بأن تقدم مداخلتها، هي الحقيقة نقطة مهمة جداً، موقف المجتمع ككل من الترجمة ومن المترجم، ونظرة المجتمع، تقييمه لهذه المهنة ولهذا النشاط الفكري. يعني هل مجتمعنا بيسمح، بيقيم، بيثمن المترجم ويثمن حركة الترجمة، ولا ده مهنة من لا مهنة له؟ أنت متخرج من مدرسة الليسيه معاك الإعدادية، طب خد والنبي الكتاب ده عن الجبنة البيضة، خد ترجمهن كده وانت قاعد بعد الظهر. نو، الترجمة مش كده خالص، مش دي الترجمة. الترجمة في نظري وفي رأيي المتواضع لابد أن تكون مشروع قومي تتبناه الدولة لأهميته القصوى، ويعني تشرف عليه وتضع في الاعتبار، تقيم وتثمن وضع المترجم وقيمته وتعطيه أهميته ومكانته في المجتمع. لذلك نظرة المجتمع وتقييم المجتمع لهذه المهنة وللمترجم المحترف، إذا كان هناك في بلدنا من نسميه مترجمون محترفون، لابد أن أو ينبغي أو نتمنى أن يعاد النظر إليها. أشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع. شكرا دكتورة منال، صديقتي العزيزة، وأمتعتينا كما تمتعينا دائما. يعني طيب اسمحوا لي أنا هكمل في محور الترجمة. أنا هشتغل على الترجمة وازدواجية اللغة، ولو تسمحوا لي أنا هتكلم بالعامية علشان الموضوع يبقى أكثر سلاسة. يعني هكمل بعد اللي قالته منال. إحنا يعني بنفترض في الأول إن اللغة ما هياش، اللغة كائن حي، مش ممكن تعيش في فضاء منغلق. اللغة كائن حي، لازم تعيش، لا يمكن تعيش في فضاء منغلق، لازم تعيش دائما في عملية تأثير وتأثر، لأنها دائما بتخضع لعمليات تواصل مستمر بين الشعوب والمجتمعات المختلفة. وبما أن الإنسان لا يمكن يعيش في نظام لغوي معزول عن رياح العالم وتغييراته الفكرية والمجتمعية والعلمية والأدب، وبالتالي اللغة دائما في حالة تطور وتغييره. وطبعا احنا عارفين المفكرين المصريين ادركوا من وقت مبكر جدا اهمية الترجمة وتوسعوا في جميع مجالاتها. العصر الذهبي للترجمة بشكل عام في مصر كان في القرن 19 والعشرين. المفكرين المصريين اهتموا تماما بالترجمة وبتعلم اللغات الاجنبية، وترجموا جميع مجالات الفكر سواء كتاريخ، فلسفة، مسرح، رواية، شعر، كتب علمية، اقتصادية، سياسية، ثقافية. وكانت دي الفترة الذهبية في تعلم اللغات الأجنبية بصفة عامة وفي ممارسة الترجمة. وبنخص بالذكر بقى في الفترة دي تعلم اللغة الفرنسية، لأنها كانت بتعتبر لغة صفوة المجتمع آنذاك. وسيطرت اللغة الفرنسية على مجالات بعينها
ويعني نقدر نقول وما زالت تسيطر على مجالات بعينها لحد دلوقتي، زي مثلا الدراسات الأدبية، المجال السياسة أو الدبلوماسية بشكل عام، الصحافة، الفن، التاريخ، الأثار، السياحة. يعني في بعض المجالات تكاد تكون حكر على اللغة الفرنسية، واللغة الفرنسية أثرت حتى سابت أثرها في اللغة العربية، زي ما اللغة الإنجليزية برضو سابت أثرها في كل ما هو ساينس وتكنولوجي وهاي تك. الفرنساوي سايب أثاره بشكل واضح جدا حتى في اللغة العربية في المجالات اللي ذكرناها دي. الفترة القرن التسعتاشر والعشرين كانت العصر الذهبي للترجمة من الفرنسية إلى العربية، أكثر منه إلى الفرنسية، رغم أن كان فيه برضو ترجمة إلى الفرنسية، لكن للأسف كانت حركة الترجمة بنسبة أقل كثيرا جدا منه إلى العربية. يعني كان الاهتمام بنقل الآداب الفرنسية إلى العربية أكثر منه نقل ثقافتنا العربية إلى الفرنسية. أنا يعني عايزة ألقي الضوء هنا على إحدى إشكاليات الترجمة، وهي ازدواجية اللغة. ازدواجية اللغة بالمعنى المتعارف عليه، المعنى الأول اللي الكل يعرفه لما بنقول على حد أنه هو مزدوج اللغة، بمعنى أنه هو يجيد لغتين، وبالتالي يعني مدرك لثقافتين، يجيد التحدث بلغتين، ويقدر يندمج مع ثقافتين ويؤثر في الثقافتين بدرجة تكاد تكون بنفس الجودة. ده المعنى الأول المتعارف عليه، وده الحال المعنى اللي أنا ما أقصدوش. المعنى الثاني الأقل شيوعا، ازدواجية اللغة في اللسان الواحد، بمعنى أن يكون عندنا مثلا نص في مستويات متعددة من اللغة، بمعنى أن النص يستعمل مثلا لغة فصحى وينتقل للعامية، أو مستويات مختلفة من الفصحى ثم مستويات مختلفة من العامية، ويفضل بقى ينتقل بين هذا وذاك، فصحى وعامية، عامية وفصحى، أو بين مستويات مختلفة ما بين ده وده. هل بقى ده بيسبب مشكلة ما في التلقي؟ هل هو أفضل؟ هل هو أسوأ؟ طيب ده بالنسبة للتلقي إذا كان الكاتب والقارئ على نفس اللغة. طيب إذا لو بنحاول بقى ننقل النص ده عن طريق الترجمة إلى لغة أخرى، إيه الإشكالية اللي ده ممكن يوصلنا ليها؟ هل هو ممكن عملية إن إحنا بننقل بقى من الفرنساوي العربي كمان مع ما يسببه ذلك من مشاكل، علما بأن اللغة العربية فيها درجة أعلى كثيراً من الغنى والثراء. يعني احنا اذا كانت عندنا نقدر نقول درجة واحدة من الفصحى، لكن احنا عندنا عاميات كثيرة، وحتى الفصحى العربية هي اكثر قوة لو نقدر نقول، وكمان اكثر ثراء برضو من كل اللغات الاوروبية، يعني او نكاد نزعم هذا. يعني عموما الازدواجية اللغوية دي موجودة في الكتابات الادبية بشكل عام، وده له ما يبرره. يعني لو نلاقي الازدواجية اللغوية دي موجودة في الأدب، في الرواية أو المسرح أو الشعر، ده له ما يبرره، لأن عادة في العمل الأدبي ممكن يكون في أكثر من متحدث في النص، فبما أن في أكثر من متحدث ممكن كل متحدث نخصص له لغة معينة، ففلان هيتكلم باللغة ألف، علان هيتكلم باللغة به، وهكذا. فالانتقال ده ممكن بالنسبة للقارئ يبقى مفهوم. طيب لو بنتكلم عن نص علمي، في كاتب واحد، في متحدث واحد بيخاطب القارئ بنص علمي، من المفترض ان احنا بنقدم فيه بيانات، ايه المبرر انه يكون فيه هذه الازدواجية؟ النص العلمي المفروض انه الاهتمام الاول للكاتب او الاهتمام الاساسي بالنسبة للكاتب بيكون هو المضمون، المفروض انها تكون لغة صحيحة واضحة، الاهتمام الأساسي فيها هو تقديم المضمون، الهدف الأول والثاني والثالث فيها هو التوصيل الجيد للمضمون. ففي حالة استخدام ازدواجية اللغة في نص علمي أو نص وثائقي بهذا الشكل، فإن إعادة إنتاج النص عن طريق الترجمة في هذه الحالة تكون مهمة المترجم في هذه الحالة. لو النص في لغة أحادية تكون مهمة المترجم في غاية البساطة، لأنه في الحالة دي هو كمان بيترجم على المضمون فقط، وتكون مهمته هي ضبط المصطلحات العلمية، زي الحالة اللي قالتها الدكتورة منال، إنها في الحالة دي بتروح لأساتذة كلية علوم بتشوف المصطلح العلمي استخدامه إيه. يعني المهمة هو ضبط المصطلح العلمي رغم ما يمثله هذا من معاناة، لكن الهدف هو ضبط المصطلح العلمي، توصيل المعنى المضمون. وتترك الأولوية الثانية لجماليات اللغة في
في المقام الثاني، ده ما يهمناش، الاهتمام بجماليات اللغة ده ما بيهمناش، ده بنسميه الترجمة الوثائقية. وغالبا ما تهتم الدراسات بتناول إشكاليات الترجمة فيما يخص النصوص الأدبية فقط، لأن هي دي اللي فيها الاهتمام بدراسة جماليات اللغة. ويطرح دائما السؤال عما إذا كانت الترجمة علما أو فنا أو مزيجا من الاثنين معا. فأنا هتناول النهاردة دراسة كده تطبيقية بشكل ما، أن أنا هاخد نص وثائقي، نص يعني كتاب علمي، نص سياسي واقتصادي مترجم من الفرنسية إلى العربية، وكتاب كسر القاعدة دي الحقيقة، هو نص علمي وفيه هذه الازدواجية اللغوية اللي هو فيه مستويات كتيرة جدا من اللغة في الفرنساوي، وطبعا المترجم اضطر ان هو في الترجمة برضو يحترم هذا الأسلوب في العربية. وهقرأ لكم بس فقرتين ثلاثة كده من الكتاب. مبدئيا هو مؤلف الكتاب هو مدير منظمة الصحة العالمية بالأمم المتحدة السابق، اسمه جان زيجلر، والكتاب اتنشر في فرنسا سنة 2005 والطبعة الثانية في 2007، وترجم إلى العربية سنة 2009 بعنوان إمبراطورية العار. طبعا كما يبدو من المنصب السابق للمؤلف تتضح خبراته وثقافته وقيمة المعلومات والوثائق التي يمكن أن يقدمها للقارئ، وتتضح أيضا جدية رؤيته للأحداث والأوضاع التي يتناولها بالدراسة والتوثيق والتحليل. وبالتالي يتوقع القارئ سواء كان قارئا للنص الفرنسي الأصلي أو النص العربي المترجم أن يجد نصا وثائقيا ذا طابع علمي يتميز باستخدام لغة أحادية أو مستوى واحد من اللغة، لا لشيء إلا لتسليط الضوء، كل الضوء على المضمون، بيد أن الواقع هو العكس تماما. فيبدأ النص الفرنسي من التمهيد بأسلوب السرد الروائي وكأنها رواية. يعني لو تسمحوا لي هقرأ لكم بس أول 4-5 سطور كده من الكتاب. التمهيد: كان الظلام حالكا والليل بلا قمر، وكانت سرعة الرياح تربو على 100 كيلومتر في الساعة وتثير عواصف بارتفاع 10 أمتار، ثم تهدأ محدثة جلجلة مرعبة عند اصطدامها بالزورق الخشبي الخفيف. ففي البداية يبدأ الراوي في سرد روائي وكأنه يرى الأحداث من أعلى ويحكم عليها بمنظور شامل ويقيمها ويشرحها للقارئ. هذا التحليل للنص يتسق تماما مع طبيعة السرد الروائي الذي يبدأ به أي روي روايته عادة، الوصف الروائي في بداية الرواية، ولكنه يختلف كل الاختلاف بل ويتناقض مع طبيعة النص الوثائقي العلمي وخاصة بهذه البداية. ثم تدريجيا يتحول هذا الراوي من أسلوب السرد الروائي إلى أسلوب أكثر براغماتية، وهو يقترب من مضمون بحثه وهو إمبراطورية العار التي ما هي إلا النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي الذي يدير العالم من خلف الكواليس ويضحي بالفقراء والبؤساء في سبيل صناعة الإمبراطوريات الكبرى. فبيبتدي بقى بعد كده الراوي يبتدي يدخل في التفاصيل بالتدريج، يبتدي يحط عنوان صادم، يعني عنوان الكتاب من الأول هو العنوان الصادم إمبراطورية العار. إيه هي الإمبراطورية دي وإيه هو العار؟ فيبتدي يشرح في الأول، فيتضح أن الإمبراطورية العار دي اللي هي الإمبراطوريات الاقتصادية الكبرى اللي في العالم، والعار إنها بتترك الفقر والبؤس في العالم. والرسالة الضمنية اللي بيوصلها للقارئ أن المفروض أن النظم الاقتصادية دي تعمل على القضاء على الفقر والقضاء على المرض، مش انها تزيد من قوتها الاقتصادية. يعني هي في الاخر تتحول، المفروض ان الرسالة تتحول الى نشر للحب والخير والسلام. وبعدين يبتدي يوضح الفكرة تدريجيا برضو باسلوب روائي. هقرأ برضو فقرة تانية كده بعدها.
ليست تلك مسألة عارضة، بل دائمة في إمبراطورية العار التي تسيطر فيها، التي تسيطر على الحياة فيها الحرب المنظمة، وهي لا تمثل أزمة أو مرضا، بل هي الحالة الطبيعية، هي لا تمثل غياب العقل حسب تعبير هوركهايمر، وإنما هي عقل الإمبراطورية نفسها. فهنا بيبتدي بقى يستعمل مصطلحات الحرب، بعدين بيبتدي يشرح لا هي مش حرب خالص، يعني مفيش حرب عسكرية أصلا، هي حرب لصناعة الفقر، هي حرب لصناعة الجوع. وهو كان هدفه أن منظمة الصحة العالمية دي تتحول لمنظمة للقضاء على الفقر والجوع، لصناعة السلام بجد، أن الأمم المتحدة دي بكل منظماتها تتحول لمنظمة لصناعة السلام ولإقامة العدل بجد، يعني عايز يحولها لدعوة للخير الحقيقي يعني. الأزمة في الترجمة هنا أن طول الوقت إحنا عندنا أسلوب الاستعارة مستمر، فكرة أنها اللغة العلمية البراغماتية دي مش موجودة. مع بدايات الرواية طول الوقت إحنا حاسينها بداية رواية، فكرة أنه كتاب علمي، الفكرة دي في الأول مش موجودة نهائي، إحنا طول الوقت مقتنعين في البداية أنها رواية، بس الصدمة أن اللي كاتبها منصبه مش يعني اسمه ومنصبه لا يوحي انه روائي، انما التكست اللي بنقراه هو روايه. وبعدين لما بنوصل للربع الاولاني من الكتاب بنبتدي نلاقي بقى بيانات واحصائيات، وبعدين بنبتدي نلاقي قرارات الامم المتحده، وبعدين دراسات ليها، وبعدين الى ان نصطدم بقى في النهايه في الاخر، ونرجع تاني في النهايه خالص نقفلها باسلوب روائي برضو. وطول الوقت احنا بننتقل من العامية للفصحى بمستوياته، لكن ما فيش فكرة الكتاب العلمي الجاف اللي طول الوقت منه، مع ان برضو طول الوقت احنا في جداول احصائيات قرارات للأمم المتحدة، بيانات احصائيات قرارات، في معلومات قيمة جدا في التاريخ الفلاني، يعني كم البيانات اللي موجودة هنا، الأزمة المالية العالمية، أزمة الذهب مثلا اللي حصلت في العالم، أزمة الدولار، صناعة الحرب العالمية الثالثة، الأزمة مثلا بتاعة إعادة انتخاب الدكتور يوسف بطرس غالي وإزاي تم إلغاء إعادة انتخاب، يعني بيانات دقيقة جدا في كل الأحداث، مين عمل إيه، كل بيانات موجودة دقيقة جدا. لكن في كل ده جاي في نطاق إنه هي رواية شيقة، كتاب شيق جدا هو بيتقري، ما هواش الكتاب العلمي المخصص للمثقف اللي لغته عالية جدا أو مستوى العقلي عالي جدا عشان يوصل للكتاب، بالعكس هو الكاتب نزل لمستوى يعني خريج الجامعة العادي جدا اللي ممكن يقرأ أي حاجة. وأنا شايفة أنه هي دي العبقرية اللي فيه، فكرة تعميم العلم وتبسيط الثقافة، ان العلم مش صعب كده والثقافه مش صعب كده والسياسه مش صعب كده، بالعكس الموضوع في غايه البساطه، نبسط السياسه، بسط السياسه وبسط الثقافه وبسط الاقتصاد وبسط القانون، فلما نقرا الكتاب نلاقي الامور سهله قوي 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 وممتعه، ونخرج منها بمتعه اللغه كمان، زي ما بنقرا روايه بنستمتع بجماليتها. واعتقد انه فكره الازدواجيه اللغويه دي كانت ليها دور كبير قوي في تبسيط الثقافه وفي تخفيف حده اللغه العلميه وفي اكساب متعه القراءه، انه يقدر يوصل المعلومات الجافه الصعبه جدا لاي حد. مع هذه الازدواجيه اللغويه يجد المترجم نفسه في مأزق حقيقي، فربما تبدو اللغه المزدوجه للنص المنقول اليه غريبه على القارئ العربي، بينما تقتضي امانه الترجمه تقليد النص الاصلي في التارجح بين مستويات مختلفه وانواع مختلفه من اللغه. ولعلنا نتساءل من البدايه، ما الحكمه من اللجوء لهذا التارجح المستمر بين اساليب مختلفه
ولماذا كان اللجوء للسرد الروائي من البداية؟ علما بأن الهدف الأساسي للمؤلف يظل هو المضمون المعرفي والوثائقي. وربما كانت الإجابة هي الرغبة في التأثير على مشاعر القارئ عن طريق اللغة وإثارة تعاطفه مع فقراء وبؤساء العالم، أبطال المشهد الروائي الأول، وذلك قبل البدء في وضع البيانات والوثائق والإحصائيات والجداول من ناحية، ومن ناحية أخرى قبل اللجوء إلى استخدام اللغة العلمية البراغماتية. وتظل لغة هذه الدراسة مزدوجة إلى آخر مدى، فعند التطرق إلى صناعة الحروب عسكرية كانت أو اقتصادية، وقد ذكر الكاتب هنا تفصيلا كيف خطط سادة العالم الجدد لصناعة حرب عالمية ثالثة مثلا، وكيف يمهدون لها بحروب اقتصادية مفتعلة مثل أزمة الذهب والدولار والعقارات والأدوية وغيرها. أفرد الكاتب بابا كاملا لدراسة أسلحة الدمار الشامل، ويحتوي هذا الباب على فصلين يمثلان مفردات هذه الأسلحة. وهنا نجد الكاتب يلجأ مرة أخرى إلى الأساليب الأدبية والبلاغية، ويقسم هذا الباب إلى فصلين: الدين والجوع. وتكمن المفارقة اللغوية هنا في التضاد بين المعنى اللفظي لأسلحة الدمار الشامل وبين الاستعارة المستخدمة في توصيف وتحديد هذه الأسلحة بأنها الدين والجوع. وهكذا يظل الكاتب يتنقل بين مستويات عدة من التعبير في اللغة الفرنسية، ويلهث المترجم خلفه محاولاً التحلي بالأمانة في نقل المضمون إلى جانب الالتزام بنفس الإزدواجية اللغوية، مع ما يمثله ذلك من صعوبة في اللغة العربية الغنية في مستوياتها المتعددة، ما بين درجات من الفصحى ودرجات من العامية، وما بين أنواع مختلفة في كل من هاتين اللغتين. ونخلص من هذا إلى أنه ربما لجأ الكاتب إلى استخدام ازدواجية اللغة لخلق حالة من المرونة وكسر حدة وجفاف اللغة العلمية الوثائقية. وفي ذات الوقت إن استخدام أساليب السرد والخطاب الروائي يخلق حالة من التفاعل بين القارئ والنص، تشعر القارئ بمتعة أدبية في تلقي نص كان يمكن أن يكون جافاً، وبالتالي فلا يمكن أن تكون الترجمة وثائقية بالمعنى المتعارف عليه، وإنما لابد لها من احترام خصوصية اللغة في النص المنقول منه ومحاولة نقل أدبياته كما أرادها الكاتب إلى النص في اللغة المنقول إليها. ويبدو أن الهدف الأسمى من هذا العمل لم يكن مجرد نشر معلومات أو بيانات وقرارات ووثائق ودراستها، بقدر ما كان الهدف هو نشر ثقافة الوعي بالسياسة والاقتصاد والقانون. كانت الرغبة فيما يبدو هي تبسيط الثقافة ونشرها بين العامة، وعدم قصرها على المتخصصين والعلماء والمسؤولين فقط. ويبدو لنا أن هذا هو الدور الأسمى للمثقف، فنشر الثقافة على نطاق واسع هو هدف أسمى وأرقى من نشر العلم على النطاق الضيق للمتخصصين، وإن كان لكل أهميته، أو على الأقل هذه هي وجهة نظرنا. وأود أن أشكر هنا المهندس محمد عبد المنعم الصاوي على استضافتنا في هذه الفعالية في ساقية الصاوي، وعلى مبادرته الكريمة في هذه الساقية، والحقيقة على دوره الفعال زي ما احنا بنقول الحقيقة كلنا في محاولة نشر الثقافة لدى الجميع. فكرة تعميم الثقافة لدى كل الناس بتهيألي ده هدف عظيم جدا، يمكن لا يقل أهمية عن دور الجامعات في نشر العلم لدى المتخصصين. يعني ده ليه دور بيخاطب شريحة معينة، وده ليه دور بيخاطب شريحة تانية، وده لا حقيقي لا يقل أهمية يعني. شكرا، وأرجو ان احنا نكون قدرنا نقوم بدور يعني. ميرسي جدا.
نفسي. هتقعدوا شوية لسه صح؟ بس ميرسي جدا جدا، ربنا يخلي حضرتك. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لازم أعلق وأقول أن الشكر واجب علينا إحنا من الساقية إلى الأساتذة الأفاضل وكل الإسهامات الفكرية التي تفضلنا بها في هذا اللقاء الممتع الجذاب الثري. في الحقيقة لو كنت حضرتك أشرت إلى أهمية اتساع قاعدة متلقي الثقافة، فهي مسألة أنا دائما أقول إحنا في بلد الأهرامات، فنحن أولى بفكرة الأهرامات في التعامل مع القضايا العامة. نحتاج إلى توسيع القاعدة حتى تكون هناك قمة عالية، وهي نظرية هندسية بسيطة، يعني كلما اتسعت القاعدة كلما نشأت عنها قمة مرتفعة. فلنتعاون جميعا على إدماج كل مواطن، بمعنى كل مواطن في الحالة الثقافية، في القضايا، في الاهتمامات، في الانشغال ببناء الإنسان على نحو أفضل، فنشهد بإذن الله مستقبلا أفضل لأبنائنا وأحفادنا، وتكون مصر على الصورة التي نحلم بها، وتجد الثقافة مكانها بين الأولويات إن شاء الله. شكرا لكم ولكم جميعا. شكرا لحسن الاستماع. شكرا. هننتقل لجانب من الأسئلة للي يحب يطرح سؤال للمنصة، واسمحوا ليها يعني هبدأ أنا بأول سؤال لو منصة تكرمت يعني وقبلت السؤال. إنه عايزين بحكم الكلام عن الترجمة وعن أهمية الترجمة، ممكن كل واحد يعني أراد أن يترجم هيتعلم ده بشكل شخصي، لكن الترجمة في ظل وجود مؤسسات للترجمة، في ظل وجود المشروع القومي للترجمة ثم انتقاله إلى المركز القومي للترجمة، باختصار هل تؤدي هذه المؤسسات الغرض العلمي والأكاديمي والاجتماعي من الترجمة من حيث اختيار النصوص المترجمة، من حيث اختيار الثقافة التي تقدمها للمجتمع العربي أو المختارات التي تقدمها للثقافات الغربية من المجتمع العربي؟ هل تؤدي هذه المؤسسات دورها في عملية الترجمة؟ والله أنا شايفة أنها بتقوم بدور فعال جدا جدا لعدة أسباب. أولا السبب الأول أنها بتحسن اختيار المترجمين. إحنا أولا في مصر ما عندناش حاجة اسمها نقابة المترجمين، ما فيش كيان أو جهة في مصر بتحدد من هو المترجم، يعني أي حد في مصر ممكن يترجم باختصار شديد. يعني صحيح مش أي حد في مصر يعرف يفتح عيادة، لكن أي حد يعرف يترجم. ما نستأذن حضرتك ونطلق هذه المبادرة من المعرض ونتبنى جمع المؤيدين للفكرة، وحينما يصل الرقم إلى 100 أو 200 نعتبر هذه المجموعة من المؤسسين ونتقدم بمشروع للنقابة لقانون إنشاء نقابة. والله لو حضرتك هتبادر بفكرة جمع توقيعات لعمل نقابة للمترجمين، أعتقد حضرتك هتلاقي أكثر من 1000 واحد هيأيد. من الليلة من الليلة إن شاء الله. بنعاني من المشكلة دي لأسباب، لأن يعني أنا فاكرة مرة كنت في جامعة القاهرة كان في معرض كتاب، كتب كانت بتتباع للطلبة، فكان عندي من الفضول كده نزلت اشتريت شوية كتب، من ضمنها حاجة زي كيف تتعلم الفرنسية وحاجات كده. يعني رحت اشتريت كتاب ورجعت البيت بقراه، لقيت فيه يعني ما فيش صفحة ما فيهاش حوالي 20-30 غلطة، فخدت الكتاب ده عشان أدرس منه ازاي ما تترجمش زي الكتاب ده. والكتاب ده اتباع في جامعة القاهرة على فكرة، وعندي في المكتبة في البيت. كتاب سيء سوء خرافي خرافي، يعني كتاب عبارة عن مأساة. فده نموذج زي ما بقول لحضرتك ان احنا مفيش جهه بتحدد مين المترجم. صحيح. فميزه المجلس القومي للترجمه، بس القومي للترجمه والهيئه العامه للكتابه، انها لما بتلجا لمترجمين بتعرف تختار مين اللي يترجم. فلما حضرتك بتلاقي اسم مترجم عندهم، حضرتك تاكد ان في لجنه رجعت ولجنه اختارت، فيقينا هذا المترجم هو مترجم محترف ومحترم. والنصوص في لجان بتختارها وبتختارها على اساس، وهذه النصوص لها قيمه. الحاجه الثالثه ان دي دور نشر كمان محترمه جدا. والحاجه الرابعه التسويق والسعر، اسعارها بتبقى في متناول الجمهور وبيحسن تسويقها فعلا.
يعني احنا مثلا في اقسام اللغات عندنا مشكله الاسعار في الشراء. يعني انت والحقيقه انا معترضه يعني لحد كبير مع راي دكتوره هاله، تقريبا العكس تماما. يعني انا شايفه ان في قصور غير طبيعي في المؤسسات المعنيه بالترجمه في جمهوريه مصر العربيه، واخص بالذكر المؤسسات الحكوميه، لانها المشروع الترجمه بالنسبه لها مشروع يتميز بالارتجاليه الشديده وبدون وضوح رؤيه او خريطه لعمليه الترجمه، والتفاوت الجبار ما بين عدد النصوص المترجمه من لغه الى اخرى، وضعف مستوى النص الاخير اللي بيطرح، اضافه الى التاخر الرهيب في ان كتاب يصدر. يعني انا مثلا استشهدت النهارده بكتاب الاربعينيه لاخوان جويتسولو اللي هو صدر مؤخرا، اللي انا ترجمته وصدر في المركز القومي للترجمه. الكتاب ده قعد اكتر قرب على 3 سنين وهو مترجم بالفعل، في حين ان المؤسسات العربيه الاخرى عندها يعني انجاز وجاهزيه في الترجمه. في عندنا فقر شديد جدا في اعداد كوادر الترجمه الشابه، وده يختص بدورنا في الجامعه كاساتذه في اقسام اللغات. علشان كده احنا دي فرصه ان انا اتكلم عن مشروع احنا اطلقناه عندنا في كليه اداب اسمه مشروع ويكيبيديا لاثراء المحتوى العربي، وده كنا طبقناه في قسم اللغه الاسبانيه. كانت طبق مؤسسه ويكيبيديا كمشروع بايلوت، قالوا كده هنشوف جامعه القاهره الطلبه بتوعها هيعملوا ايه، فحطونا مشروع بايلوت ان احنا نختار ازاي نثري المحتوى العربي في ويكيبيديا. فانا اخترت مع طلبه الترجمه اللي انا كنت بدرس لهم في سنه رابعه وسنه تمهيدي نترجم النصوص من اللغه الاسبانيه الخاصه بادب اسبانيا وامريكا اللاتينيه للغه العربيه. كان المشروع بايلوت وكان بدائي، لكن المفاجاه ان الطلبه المصريين طلعوا الاوائل على كل الدول المشتركه في المشروع، حتى على امريكا نفسها اللي كان على الجامعات الامريكيه اللي كانت عامله المشروع. مع الاخذ في الاعتبار ان جزء كبير من الطلبه ما عندهمش كمبيوترز في البيت اساسا، فانا بتكلم على ان احنا بنهمش تماما اعداد خريطه موثقه بمعلومات واضحه تمس اللغات الاجنبيه واولويات الكتب المترجمه من كل اللغات الى اللغه العربيه، والعكس صحيح. الحاجه الثانيه باكد على اهميه اعداد الكوادر الشابه وادراج الترجمه ضمن مقررات الترجمه الهلاميه اللي عندنا في الجامعات، ان الاستاذ او الاساتذه يعلموا الطلبه نصوص ميته، مع احترامي الشديد لاهميه النصوص القديمه، لكن لابد من الاخذ في الاعتبار ان انا ادفع عجله الترجمه ربما نلحق بركب هارون الرشيد ودار الحكمه. وشكرا. يعني انا هختصر كلمتي في دقيقتين بس، عايزه اقول انه لابد يكون في الوعي، الوعي بانه الترجمه دي لازم تكون مشروع قومي، مشروع قومي زي ما عمل على نهج محمد علي باشا لما بنى مصر الحديثه في العشريه الثالثه من القرن التاسع عشر، عشان يعمل جيش قوي، عشان يعمل اداره قويه، عشان يبني التعليم في مصر بدا بالترجمه. بعت الارساليات الى فرنسا وقال لهم ما حدش فيكم هيرجع الا لما يترجم لي احدث الكتب العلميه. احنا حتى ما بنفكر في الترجمه دايما نتجه للناحيه الادبيه، ودي ناحيه جميله وعلى راسنا، انما الكتب العلميه احنا دي. فاللي بيحصل انه لغتنا العربيه بتغزوها الكلمات والمصطلحات الاجنبيه بسرعه فظيعه، لان لا يوجد ما يقابلها في لغتنا الام، فبنضطر ان احنا عشان نلاحق عشان نتبع التطور السريع جدا اللي بيحصل في بره في الدول اللي بتبتكر هذا العلم، ان بنلحق بناخد الكلمه كما هي بلغتها، فتأمركت لغتنا لان ما فيش ما يقابل هذه المصطلحات وهذه الالفاظ في لغتنا الام. فاحنا لازم يبقى في الوعي انه الترجمه دي الدعامه اللي على اساسها نقدر نبني بنفس الفكر اللي قام بيه محمد علي في بدايات القرن ال18. فلو في الوعي ده يبقى في زي ما دكتوره هاله قالت لجنه بتحقق وتدقق في ايه اللي يترجم ومين اللي يترجم، مين يترجم ايه. هذه نقطة انطلاق هامة جدا. شكرا. اسمحوا لي معلش، يعني هل لفت النظر إلى أهمية البعد العروبي في الموضوع؟ يعني لماذا تعمل مصر وحدها والعراق وحدها والمغرب وحدها وتضيع الجهود بين الجميع؟ الأولى أن تكون هناك أن يكون هناك مشروع قومي عربي ترصد له المليارات ويكون هو الأقوى على مستوى العالم لما البلاد العربية من قدرات مالية فائقة غير محدودة.
ففيما التباطؤ في يا فندم اللي حاصل مع الأسف إنه الدول العربية بالكامل بما فيها دول الخليج الغنية لما نيجي نرصد كل اللي هم بيكرسوه لحركة الترجمة من أقصى شرق الوطن العربي إلى أقصى الغرب بكل مراكز الترجمة بكل معامل الترجمة كل الوطن العربي مجتمع أقل بكثير من اللي بترصده من اللي بتكرسه مثلا دولة إسرائيل ربع الميزانية اللي بتخصصه إسرائيل للترجمة. إحنا من المحيط للخليج بما فينا الدول العربية الغنية جدا، ده بالإضافة زي ما حضرتك بتقول إن تلاقي نفس الكلمة بتقال بمعنى في المغرب وبمعنى آخر في مصر وبمعنى ثالث في لبنان وبمعنى رابع في السعودية وهكذا، يعني مفيش توحد على مفيش توحيد لللفظ. صحيح. دي مشكلة أخرى. ونفس العمل يترجم في أكثر من مكان، فده جهد مهدر. والحقيقة الزاوية اللي تفضلت احنا كنا بإثارتها حول تأخر الترجمة، حضرتك اللي تفضل ده كلام فارغ الحقيقة، لأنه الأصل في الترجمة أن تترجم الأعمال كما استمعنا لحضرتك عن تجربة اليابان في نفس توقيت صدور العمل في بلد أو بلغته الأصلية، وده الأصل في المسألة، وليس الإقرار باستعدادنا لحياة التخلف لستة أشهر أو عامين. أنا شفت ده بنفسي في اليابان في نفس الوقت وبيدفعوا لأن هم مدركين أنه هقول لحضرتك في فرنسا اللي أنا يعني تعلمت فيها وعشت فيها ورحتها مرارا، الأستاذ الجامعي اللي ما عندوش فكرة عن الترجمة وما بيعرفش اللغة الإنجليزية في فرنسا بيعتبروه أستاذ جامعي درجة تانية في فرنسا في بلد اللغة الفرنسية. لازم يقرأ الكتاب باللغة الإنجليزية فورا، ولازم يكون بيعرف إنجليزي كويس، ولازم يكون عنده قدرة على الترجمة بسرعة، يترجم المعلومة من الإنجليزية للفرنسية لطلبته فورا بشكل فوري، وإلا يبقى دكتور أصله لو ما بيعرفش هيستنى لما يصدر الكتاب باللغة الفرنسية تخلف 6 شهور أو 8 شهور أو سنة، بقى أستاذ متخلف وطلبته متخلفين. إلى هذا الحد يعني أهمية الترجمة. يعني المبادرة اللي حضرتك بتطلقها دي مبادرة رائعة، ولو حضرتك تبنتها إحنا وراك من النهاردة بإذن الله، ونعلنها على إنها واحدة من القرارات اللي تعلمناها من التوصيات اللي تعلمناها من كنا يعني احنا بنحب ننسب يعني الفضل لاصحابي، فهننسب لكم. ده تبقى مبادره كريمه جدا جدا، واعتقد انها هتلقى قبول واسع جدا. يعني هنعمل كده ضروري ان شاء الله. طيب دكتور شريف الجيار هيضيف اضافه، خليه برضو مع حضراتكم وانتوا اللي هتردوا. انا سعيد جدا بما اسمعه اليوم وفي هذه الندوه بالتحديد، ولكن اللي انا شفته بره غير اللي احنا شايفينه هنا. احنا مركزين دلوقتي على اننا عمالين نجيب من بره واحنا اللي بنستقبل بس. اخر زياره في معرض نيودلهي اسئله الجامعات الهنديه اللي بتدرس اللغه العربيه بيسالوا هو فين الادب العربي باللغه الانجليزيه، وليه المصريات والايجيبتولوجي وده كل ما بيوصلناش بلغتكم انتوا الانجليزيه مش العربيه. الشيء نفسه في كندا، شيء نفسه في امريكا، شيء نفسه في اي دوله زرناها، احنا بناخد اهلا وسهلا، ولكن كمان لازم نعمل مختارات من الادب العربي، مختارات من العلوم العربيه قديمه او حديثه، ونقوم بترجمتها الى لغات مختلفه، ولتكن الانجليزيه كلغه اقتصاد، اللغه الفرنسيه، الاسبانيه، الالمانيه. عشان كده احنا عايزين المشروع اللي محمد بيبي يقوله وحضراتكم بتقولوه هو المركز العربي للترجمه من والى. وكان في مشروع من حوالي 10 سنوات كان المفروض ان في عده مراكز قوميه مصريه ستقوم بالترجمه المزدوجه من والى، انا فاكر ده كويس، ولكن وقفنا امام مشكله خطيره وهي التمويل. فين الفلوس؟ لان الازمه الان في مصر مركز القومي للترجمه، انا جزء من مؤسسه، انا موجود رئيس قطاع النشر في هيئه الكتاب، عندنا ترجمه ولكن ما فيش فلوس على بلاط، ما فيش فلوس. مركز القومي للترجمه بخش انا ليا روايه مترجمه ترجمتها وخدت فلوسها من 2 سنين وما خرجتش. يس انا عارف ده كويس، عشان كده بتكلم وانا ايدي في الميه او في النار. لا احنا كمان مع لازم نبحث عن ممول، لازم نبحث عن فلوس بشكل واضح عشان المترجم ياخد جزء ويبقى في لجان فعليه زي ما الخليج عامل في مسابقاته. الخليج عشان يعمل مسابقه واخرها لسه قطر عامله مسابقه، قطر
راس لها كم ألف دولار وكم مليون دولار. احنا محتاجين تمويل عربي، وليكن السعودية ولتكن الكويت الإمارات البحرين، وتبدأ مصر تدعم ده، لأنه ده أمن قومي بالمناسبة. إن أنا أترجم العلوم ده أمن قومي. أنا عايز أعمل أنا الصاروخ، عايز أعمل أنا الدبابة، مش حد غير اللي يعملها. عايز أعمل كمان رغيف العيش، ولكن آلياته من عندي مش من بره. وبالتالي الترجمة يا محمد به هي مشروع قومي، أمن قومي حقيقي، ولكن يا ريت نحاول نجد له الأموال الداعمة، إن كان بالرأسمالية الوطنية. واسمحوا لي أقترح، يبقى في 1% ضريبة نسميها ضريبة الثقافة. مفيش رأس مالي في مصر إلا ما يدفع الضريبة دي وتخش وزارة الثقافة. ده من وجهة نظر. ناخد منها جزء للترجمة أهلا وسهلا، جزء التطوير مؤسسات الثقافية هي محتاجة دعم غير عادي في مصر، عشان في الآخر المترجم يقول بدل ما ترجم الكلمة بعشرين قرش لثلاثين قرش ادوني جنيه، فيرتفع الكتاب ياخد له مثلا 40-50 ألف جنيه، فيشعر أنه بيبذل جهد زي اللي في الخليج. أنا شايف أنه مصر فيها ترسنة من المترجمين الحقيقيين، وآخرهم أستاذي في أمريكا فاروق عبد الوهاب مصطفى، اللي كان في قسم إنجليزي جامعة القاهرة لما كان معيد في الستينيات، أصبح من أهم 13 مترجم أنا آسف على مستوى العالم مع الدكتور محمد عناني. ليه؟ عاش في حياته كلها على الترجمة. وزي ما الدكتورة منال قالت، لازم المترجم يتعب على نفسه شوية، لازم يبقى موسوعي، مش مجرد كلمة قدام كلمة. أنا مش قادر أقول لكم مبسوط قد إيه بمشروع الجلسة النهاردة، وبطمح إن محمد بيصاوي والشباب الجميل اللي موجود ناخد المسألة دي بجد، وناخد المسألة دي على أنها أمن قومي حقيقي، لأن مصر مش هتتقدم بالدراع، مصر هتتقدم بالعلم بالدماغ. فلازم محمد علي يرجع تاني بشكل جديد، هو ان العلم نروح نشوفه فين ونجيبه. اهلا وسهلا. قسم اسباني يتحرك، وانجليزي يتحرك، فرنساوي يتحرك، وفي امل اللي جاي احسن ان شاء الله. شكرا. شكرا دكتور شريف. كده هنبقى يعني المشروعين اللي هنكمل بيهم ان شاء الله، وهيبقوا من توصيات المعرض مع بقيه الاقتراحات الاخرى في بقيه الجلسات، مشروع خطوات انشاء نقابه للمترجمين تهتم بالشأن الترجمة، ومشروع المركز العربي للترجمة، وإيجاد وسيلة أو صيغة للتكامل العربي بشكل كبير للترجمة، علشان نتلافى بعض الأخطاء، منها الترجمات الرديئة والترجمات السيئة وغير الأمينة علميا، وكمان الكتاب يترجم في كذا مكان، فنتلافى كل الأمور ديت. يعني برضو ممكن نسمح بمهندس محمد هو اللي يقول آخر واحدة ولا آخر اثنين ولا إيه، مش عارف. لا عنك أنت. ونستأذن حضراتكم بس أنا عايزة نقطتين. يعني هو أنا دارسة دكتوراه في إعلام ومدرس مساعد في التعليم مفتوح، فبستأذن حضراتكم إحنا في جزئية خاصة بترجمة النص في أكتر من دولة. هو ترجمة النص في أكتر من دولة هو من ناحية تانية إثراء للنص المترجم، خاصة لو كان هو نص أدبي. يعني احيانا العراق كانت لما بتترجم بعض الاشعار زمان كان ليها بصمه غير البصمه المصريه اكيد. ف ما اعرفش وجهه نظري المتواضعه وانا بطيئه في الترجمه لسه في اول الطريق، لكن وحضراتكم اساتذتي، لكن الاستغراق في اللغه يعني في اللهجه بتاعته هي دي اللي تضر النص. يعني لما العراقي يستخدم كلمه محليه تضر النص، لكن لو هو ترجم ترجمة أدبية بمستوى أرقى فده يضيف للنص. يعني دايماً يعني أستاذ عناني درس لي قبل كده وأنا أفخر بيه وأفخر بكل أساتذتي الموجودين النهاردة، هو بيترجم الشعر للشعر، يحول من الشعر إلى الشعر، من النص المنثور للمنثور وهكذا. فدي من وجهة نظر المتواضع ده أعلى حاجة. تاني حاجة معلش، هو احنا خدنا في لغه اسمها لغه صحفيه، يعني في هناك العديد من اللغات، انا اذاعه وتلفزيون فعندي لغه مصوره، عندنا العديد من المستويات اللغويه وكل لغه ليها استخدام في الاعلام. والنهارده الدكتور شريف كان قوي علينا قوي في الاعلام، ف استخدام الزركشه اللغويه على حساب النص
اللي احنا خدناه انها تضر النص. هو قد يكون هذا النص اللي هو امبراطورية العار، يعني رغم انه هو نط على القاعدة دي هو اثبت حاجة او عمل حاجة، لكن في البداية وحضرتك بتقول لنا الترجمة الاولانية حسيت انه هو توهني عن الهدف، وبالتالي هي دي فايدة ان في متخصصين في اللغة، يعني المترجم هو متصرف اولا واخيرا في النص، فاذا كان نص علمي فهو التصرف بتاعه بيكون اصغر شويه، لكن هل المترجم هنا مش كان المفروض انه لما يجي يترجم حتى الامانه العلميه انه بيوصل هدف ما من وراء الجمله؟ فاذا كان الهدف ده ما وصلش فانا احيانا بسكيب الفقره تمام، او الجا للتكثيف، يعني اختصر او اختزل بعض الفقرات عشان اوصل للهدف. يعني معلش هو ده مش كان يعني الاستغراق في الزركشه الادبيه اساء الى النص في بدايته؟ بدليل حضرتك في الاول قلت لنا في الشرح انه حسيته نص ادبي على حساب انه هو نص علمي. وشكرا. شكرا جزيلا لحضرتك. انا متهيألي حضرتك سالتي كذا سؤال كده ورا بعض. هو في الاولاني اقرب الى الراي منه السؤال. السؤال الاولاني بالنسبه لترجمه الشعر، هو اولا ما فيش حاجه اسمها ترجمه وحيده للنص او ترجمه صح وترجمه غلط، وفي نص واحد وفي احتمالات كثيره للترجمه، عمر ما بيبقى فيه ترجمه واحده صح والباقي غلط، في ترجمه ممكن تبقى افضل من الاخرى لكن بالتاكيد في احتمالات كتير قوي قوي للترجمه. الحاله اللي بتقوليها لو واحد عراقي استخدم كلمه من اللهجه العراقيه اللي ممكن تبقى مش مفهومه للاخرين بس هي مفهومه في مجتمعه، يعني هو لو بيخاطب مجتمعه هي مفهومه في مجتمعه، لكن ممكن تكون اساءت للنص لان اصبحت مش مفهومه في مجتمعات اخرى، فاضاف خصوصيه للنص ما كانتش موجوده فيه، اضاف خصوصيه زياده ما كانتش موجوده في النص، فممكن تخلي بقيه القراء ما يعرفوش يتواصلوا مع النص كما كان مستهدف عند الشاعر الاصلي. نرجع بقى للسؤال اللي هو الجزء اللي يخصني بتاع امبراطوريه العار وزركشه النص بالشكل اللي كنت تقول، يعني المترجم مفروض انه ينقل روح النص بامانه، ما يخونش النص، فلو ارتقى ان الكاتب كان عنده هدف من وراء استخدام اسلوب معين في اللغه ما يقدرش يسلب هذا الكاتب حقه في الاختيار ويسطو على حقه ويعمل هو اختيار مختلف، وإلا في الحالة دي بقى بينتج نص آخر. هو المترجم لا ينتج نص آخر، المترجم يعيد إنتاج النص الأصلي، يحاول يكون أقرب ما يكون إلى أمانة النص الأصلي. صحيح ما بيطلعش نسخة طبق الأصل من النص الأصلي، لكن يحاول يكون أقرب ما يكون إلى الأمانة. فإذا شاف أن الكاتب كان يقصد أهداف معينة من استخدام الازدواجية دي فبيحاول يحافظ عليها. لو زي ما أنت بتقولي بقى تصرف في النص، دي حالة اسمها الترجمة بتصرف، ودي تتنافى مع الأمانة، أن أنا آجي على نص معين أقول والله الفقرة دي أنا شايفة ملهاش لازمة، أنا هشيل من هنا الفقرة دي والجزء ده الصفحة دي أنا ممكن أختزلها، أكتب الصفحة دي في فقرة والحتة دي أنا شايفها مش واضحة فممكن أعيد صياغتها بلغتي وأكتبها أكثر وضوحا، بدل ما يتحتمل معنيين هكتب المعنى اللي أنا شايفاه أوضح وهحط المعنى بتاعي أنا. دي بقى اسمها ترجمة بتصرف، دي مش أمانة في الترجمة، دي كانت مرحلة في الترجمة في بدايات القرن ال19 والمترجمين تخطوها بزمن ما نقدرش نرجع لها، ما اسمهاش يعني ما بقتش من مدارس الترجمه المتعارف عليها، نظريات الترجمه كلها كسرت الفكره دي من زمن جامد. يعني عايزه اضيف لك كلمه سريعه على كلام الدكتوره هاله، انه لازم نفرق بين حاجتين، الترجمه الادبيه والترجمه العلميه. يا بنتي الترجمه الادبيه يصح ان يبقى فيها اكتر من ترجمه، ممكن جدا، وتبقى كل الترجمات محتمله وكل الترجمات جيده، ده وارد لان فيها جماليات ولانه فيها دلالات ولان فيها صور جماليه وكذا. اما
الترجمة العلمية المتخصصة فلكل كلمة مقابل واحد. يعني ما جيش عند مثلا ترجمة في مجال الطب أقول ممكن يبقى المرض ده اسمه كذا أو كذا، أو مجال القانون أو مجال الفلك. الكلمة لابد أن يكون للمصطلح اتفقت الجماعة العلمية في هذا القطاع أو في هذا المجال على مصطلح واحد لا يصح تغييره. فنفرق بين الترجمة الأدبية والترجمة العلمية. شكرا. نقول السؤال الأخير أيمن عشان الوقت، بس أحد يحب يطرح حاجة؟ طيب هو على اي حال هو في حد رفع ايده؟ لو سمعت انا في البدايه، انا خريج ألسن اسباني 2012. مفيش كيان في مصر او مفيش حاجه في مصر خريج ألسن او خريج لغات سواء اداب او ألسن بينتمي ليه. انا واجهتني مشكله لسه قريب وانا بجدد البطاقه، انا مش عارف احط ايه في خانه الوظيفه. وظيفه حصل على لسانس ألسن، طب ما فيش حاجة اسمها كده، حصل على لسانس في لغات، ما فيش كيان معين الخريج اللغات في مصر بينتمي لي. ثانيا أنا سمعت من حضرتك المفروض دكتورة في قسم إسباني جامعة القاهرة، حضرتك المنهج اللي بيديه جامعات مصر سواء ألسن أو أداب للطلبة اللي موجودين، ده منهج يطلع مترجم متميز في مصر أو قادر على انه يترجم سواء لو اعمال بسيطه؟ انا افتكر ان في كليه ألسن في دفعه 2012 بعد الدفعه مفروض في دبلومه بتعملها الكليه، دبلومه للترجمه، ناس كتير قدمت فيها، عدد كبير قدم فيها، كانت النتيجه لم ينجح احد. ازاي كليه في مصر، كليه في مصر المفروض ان هي اللي اسسها في البدايه كان رفاعة الطهطاوي، وسمعنا حاجات كتيره عنه ان حركه النهضه الثقافيه اللي عملها في مصر، يعني وصل بقى الحال ان اللي بتخرج منتج من الكليه هي نفسها الكليه مش راضيه عنه. انت قبلته ازاي؟ انت طلعته ليه؟ لما انت مش هتقبله كمنتج انت اللي صنعته بايدك، فانت من باب اولى ان انت ما تقبلوش من البدايه، ما تدخلوش او ان انت ما تطلعوش، لكن انت تدخل حد الكليه. وكل المناهج اللي احنا بناخدها وحضرتك عارفه بيها، انا ما اعرفش اهو بمناهج اداب بس ألسن، مناهج ما لهاش علاقه بالواقع، ما لهاش علاقه بسوق العمل اللي احنا فيه. انا دلوقتي انا حاليا شغال باللغه نفسها، بس شغال في مجال كول سنتر في شركه فودافون، ده من له علاقه باللغه، بس مش هو ده اللي يخلينا ان انا اقدر احافظ على اللغه بتاعتي على المدى الطويل. حضرتك عارفه المجال ده فيه سكريبتات معينه بشغل معين، بعد في ظرف سنه اتنين خلاص انا نسيت اللغه ومش فاكر منها غير اللي بستخدمه في شغلي. فده يعني طلعته ليه؟ عملت ايه معاه ايه عشان تطلعه؟ في دكاتره كتير حضرتك تعرف عليهم، يعني دكتور مثلا دكتور علي المنوفي، دكتور محمد ابو العطا، اساتذه كبيره في الترجمه عن من لسانهم، يعني شغله الترجمه في مصر ما تاكلش عيش، مش هتجيب فلوس، فاشتغلها ليه؟ هو مش بس السؤال اللي وصل، ده المأساة كلها وصلت. وثانيا حته نقابه الترجمه اللي حضرتك اتكلمت عليها، هو في مشروع اصلا في مجلس الشورى، والمشروع ده قديم من 2012 واتعرض على مجلس الشورى الاخير في 2013، بس كان الموضوع وقف لانه هيطلع تشريع بيه بس حل المجلس قبل ما يطلع. فاوريدي في موضوع وفي نقابه وفي ناس بتسعى في الموضوع دي، في اساتذه معينين بيشيلين على عاتقهم المشكله وبيحصل وبيشتغلوا عليها ومعاهم اسماء وجمعوا توقعات والكلام ده كله من زمان، بس الموضوع وقف، الدوله مش عايزه تاخد فيه قرار. انا هستاذنكم بس لو حضرتك عارف المجموعه دي مشكورا، يعني خليهم باي شكل يتواصلوا معانا، واحنا مش عايزين ننفرد بحاجه، احنا عايزين كل المهتمين يبقوا جزء من المبادره. يعني كويس كويس كويس، ما هو مطلوب يتاخد خطوه لقدام بس. تمام اشكرك. لو اصل لو خدنا بفكره انه ايه اللي بياكل عيش كلنا نسوق توك توك، فاحنا طيب متهيألي هنسيب لضيوفنا الكرام يعني اي كلمه ختاميه لو حد يحب يضيف حاجه. في لسه اسئله؟ في هو ده كان السؤال الأخير. هو أنا بس عايزة أجاوب على ابننا الطالب أسباني، عشان أنا أسباني أنا ودكتورة منار، فأنا زي ما قلت لك إن إحنا عندنا مشكلة، أو أنا الترجمة ليها مشكلة على مستوى العالم، لأن كل الدول بتهتم بالتسليح وبالأسلحة أكتر ما بتهتم بالأكل والشرب والترجمة.
يعني لو انت بصيت لموقع الترجمة على مستوى أولويات الدول، الترجمة في قاع في مأزق وفي قاع السلم، زي ما قالت الدكتورة هالة ان إمبراطورية العار. يعني فمسألة الترجمة، انا عايز اقولك ان احنا بنترجم كتب هدية، يعني انا الكتاب ده وكتاب ده صدر في كوستاريكا، انا مترجمه هدية، عشان تعرف ان احنا مش بس بنترجم. عشان كده انا قلت الترجمة مش بس الفلوس، الترجمة جسر ثقافي والترجمة حاجة معرفية. فالسبب الأساسي وأنا أشرت له فكرة الانفصال الشديد ما بين مقررات تدريس الترجمة وما بين الواقع، إن الترجمات بيتم تدريسها والوحدات الدراسية بصفتها نصوص ميتة. علشان كده أنا قلت لك إن مثلا إحنا في كلية الأدب، أنا مش عارفة، إحنا أطلقنا مشروع ويكيبيديا لإسراء المحتوى العربي من خلال الترجمة. فكم الطلبة اللي اشتغلوا في المشروع ده في ثالثة ورابعة مجانا تماما، ده تطوع، فرصهم في العمل سواء في سفارات أمريكا اللاتينية أو في أي مؤسسة خاصة بالترجمة أو في وكالة الأنباء الإسبانية كانت عالية جدا، لأن طبعا عمل لهم نقلة وطفرة نوعية. فأنا بشدد على إن اللي بيشتغل في مجال الترجمة أو الأستاذ اللي عايز يكون جيل أو كدر بعده يكون مترجم بينحت في الصخر، لكن أنا بعول جدا على دور الشباب إن هم بيستقبلوا الموضوع بشكل ممتاز. وبقول لك إن المترجم في البداية والنهاية الترجمة زي العوم، عشان تتعلم ترجمة لازم ترمي نفسك في البحر، كلنا اتعلمنا ترجمة كده. ونظريات النظريات اللي بتتعلق بالترجمة أساسا نظريات لغوية، وإلى حد ما في ناحية تطبيقية بتبقى فاشلة. عمر مترجم محترف ملتزم بكتب نظريات الترجمة، ودي النصيحة اللي أنا بقولها لك، عشان تترجم ترمي في البحر، ترجم في الأول من غير فلوس. بقولك إحنا أساتذة وبنترجم مجانا وترجمة هدايا ومن هذا القبيل، واحنا طبعا في كليه الاداب نحتوي اي حد. يعني احنا ازاي طالب لغات يقدر ينمي لغته ويصل المستوى المترجم. المترجم لازم اللي انا بقوله لك، المترجم لازم يبقى رجوز. يعني انا بقول للطلبه بتوعي المترجم لازم يبقى رجوز وعارف النصوص ويبقى مدقدق وعارف اللغه الفصحى وعارف اللغه العاميه وعارف لغه الشارع والناس بتقول ايه، وانه يتحايل انه ينقل النص بضوافره وبإيده وبرؤيته بلغة سليمة بلغة معبرة. وأنصحك تقرأ النص اللي كتبه جابرييل غارسيا ماركيز عن الترجمة، اسمه Los Pobres Traductores Buenos، أو المترجم الشقي البارع، لأن عمر ما حد بيتكلم كويس عن المترجمين. شكرا. شكرا لحضراتكن. في حاجة إضافية ولا إيه؟ احنا طب ممكن العنوان ده نعمله محاضرة بعد كده. بص، هو السؤال يعني بيتكلم عن ما هو دور الترجمة في الوقت الحالي لمحاربة الإرهاب الفكري والتطرف الديني وتصحيح مفاهيم مغلوطة لدى الشباب. يعني انا دايما بقول ان اول كلمة جت في كتاب المسلمين اقرأ، وأمة اقرأ لا تقرأ. يعني احنا بنتكلم عن الترجمة، لكن في نفس الوقت اذا كانش الناس ما بتقراش اساسا، يعني امة اقرأ لا تقرأ. فالترجمة جزء من المعارف اللي الانسان علشان يعرفها لازم يلجأ للقراءة كوسيلة. فانت اقرأ. انا عشان اتعلم الترجمة كنت بقرأ الجرنان وميكي وسمير وكتب الدينية وكتب نيتشه في الفلسفة والنسبة لأينشتاين يعني اي حد. المترجم لازم يبقى موسوعي ولازم يقرأ كل النصوص اللي تقعد تحت إيده، ويبدأ بالنصوص الحديثة يعني إحنا دلوقتي الترجمة، أنت بتدخل على أي موقع بتسمع، ولسه كنت بقول للطلبة بتوعي ما موجودين النهاردة، إن أنت يوميا لازم تقرأ نصوص جوجل ترانسليت أو اللي هي الجوجل نوتيفيكيشنز اللي هي أخبار جوجل وتسمعها. هتنمي مهارة الكتابة والقراءة والسمع والإبداع يعني انت بس اقرأ وابدأ كل يوم اقرأ اي نص بأي شكل، هتلاقي نفسك بقيت مدمن قراءة، ومن هنا هتبدأ الطفرة للشعب المصري. شكرا. انا استكمالا لكلام الدكتورة عبير بس عايزة اضيف ثلاث كلمات. محاربة التطرف والارهاب الفكري، ممكن نحط يعني ثلاث اسلحة للمحاربة دي، اختصرهم في ثلاث كلمات: تحديد الهوية،
والاهتمام بالثقافة والحرص على الاعتدال. هرجع لكلام الدكتور شريف الجيار من الأول، إحنا عشان نعرف بس يعني أول واحد عشان يقف يعرف يقف كده على أرض صلبة، الأول نحدد إحنا مين. الهوية، الواحد يحافظ على هويته الأول، نبقى عارفين إحنا مين. الشباب المصري محتاج يحدد هويته، هويتنا المصرية والعربية، نبقى حريصين جدا على تحديدها أولا بمعالم واضحة. الحاجة الثانية بعد ما نحدد الهوية نبتدي بقى في النقطة اللي قالتها دكتور عبير، اقرأ الثقافة العامة والاطلاع. نحط رجلنا على أرض صلبة ونبتدي الثقافة بكل مفاهيمها الواسعة. والنقطة الثالثة الاعتدال، لا ناخد الدين بتطرف ولا السياسة بتطرف ولا المجتمع بتطرف ولا أي حاجة. الثلاث نقط دول لو خدناهم ينفع تسمحي لي عايز أضيف فاتر. بس فكرة فكرة الحفرة، أي حفرة لازم هتلم للأسف أشياء ملوثة وأشياء سيئة يعني، فإحنا عايزين نسد الفجوات يعني نملأ الحياة السياسية والثقافية والفكرية بالعديد من الآراء والأفكار ووجهات النظر، فما يبقاش فيه فراغات تحتمل يعني إنها تتملي بقاذورات أو بمشوهات أو ملوثات من أي نوع. فترك الحياة البلد لعقود طويلة بغير خدمة ثقافية صادقة هو ده اللي أنتج حفر عديدة امتلأت بما امتلأت به. وأنا الأوان إن احنا بدل ما نتفرغ حتى للبحث عن هذه الحفر نعمل ما هو فعلا مضيء ومثمر ويملأ كل الفراغات. أنا بس خايف أكون خدت من وقتكم يعني، إنما في حد بيشاور أنا فضلي. دي بقى المداخلة بعد الأخيرة. أنا أسفة بس كل حضرتك اتكلمت عن الثقافة وتحديد الهوية، كل اللي بيدور حوالينا دلوقتي من الفن والثقافة بالذات الفن يعني بيطمس الهوية عند الشباب، ما بيدهوش ان هو يبقى عارف هو مين. كل اللي بيستعمله الموبايل اللي ماسكه والانترنت والميديا كل ده بتحاول ان هي تطمس الهوية المصرية عنده وتخليه يتطلع لهوية يحس ان هي يبقى على مستوى عالي مثلا زي الامريكانز وده وده وده. فده انا يعني حبيت اعقب نفسي او شكرا. انا استاذ حضرتك يا باشمهندس محمد عايز تقول الهوية. عايز اقول ان احنا لا عايز اقول ان احنا هنحط بعد يعني ان شاء الله بعد المعرض ما هينتهي هنحط محاضرة الدكتور شريف الجيار النهاردة لأنه كانت يعني بتجيب عن هذا التساؤل بوضوح شديد جدا يعني، وكان فيها كمان وقت ومساحة. يا دكتور شريف خد وقت ومساحة قال فيها إزاي فعلا، هو قال بالأمثلة كمان إيه الأفلام وإيه الأغاني اللي بتطمس الهوية وإزاي نتغلب عليها والرسالة اللي وجهت للشباب في الإطار. وإحنا هنستأذنه يعني برضو دلوقتي أمام الجميع، كل ما بيطرح على المنصات تم تسجيله بشكل جيد وهتأذن لنا هنحطه على وسائل التواصل الاجتماعي كلها لعل من يطلع عليها يستفيد منها إن شاء الله. شكرا. طيب ختاما اسمح لي يا باشمهندس محمد أنه من تقريبا من أول ما بدأنا نعمل ندوات في الساقية ما لجأناش لفكرة التطهير خالص، وعمرنا ما زعمنا انه في ندوه بتخلص الموضوع ولا بنريح جمهورنا انه احنا خلصنا الموضوع يا جماعه والترجمه بقت جميله يعني، بالعكس على الاطلاق احنا بنزعم انه في الساقيه بنبدا فتح الملف لتفعيل دور المجتمع فيه مش بنغلق الملف. فاحنا ما جيناش النهارده علشان عشان ننتهي من قضايا الترجمه ولا من قضايا اللغه، بالعكس احنا جينا النهارده عشان نعرف بس الطريق اللي المفروض نمشي فيه يبقى عامل ازاي من خلال المختصين والاساتذه. هنشكر الأساتذة لكن قبل ما هنشكرهن صيغة المرة دي سهلة يعني. هقول لحضراتكم ان احنا هنرجع تاني بالضبط بعد 20 دقيقة مع مداخلة صغيرة عن علم اجتماع الأدب، ثم المحور الختامي في النص في المعرض النهاردة عن مسيرة العصر هيكون في الأستاذ ثروة عبد السميع أمين عام المجامع العلمية واللغوية بمجمع اللغة العربية، وهيكون كمان المهندس محمد الصاوي هيو بيكلموا عن قدرة اللغة على مسيرة العصر وإضافتها. شكرك وده يعني تفضلتنا بإثارته أيضا يعني لأنه مسألة القصور في ملاحقة المصطلحات دي مسألة بلا شك بتتحول إلى ما قد يحسب على اللغة نقصا أو ضعفا
بغير ذنب الحقيقة. يعني دايما بضرب المثل بالكلمة المشهورة جدا entrepreneurship أو entrepreneur، ما فيش يعني لفظنا العربي مخجل رائد اجتماعي أو كلام لا يمكن أن يعبر عن كلمة entrepreneur، مش صحيح. يعني نحتاج إلى كلمة مرادفة عربية أو الاعتراف بهذا اللفظ كلفظ يضاف إلى العربية، غير يعني مش موجود. أنا الحقيقة حاولت مرة، الشباب مش هيبقى عندهم أزمة هيقول لك الأنتر برنرة. لا عادية. أنا ترجمته مرة في مقال قلت عنتر برنور، لأن في كتير من العنترية يعني. تمام، اسمحوا لنا نحيي الأساتذة اللي تفضلنا علينا النهاردة بالحضور. الدكتورة منار عبد المعز، دكتورة عبير عبد الحافظ، دكتورة منال خضر، دكتورة هالة عيسوي. شكرا لحضراتكم ونلتقي بعد أقل من 20 دقيقة مرة أخرى.